تحية المحلات بلاك ايجل جاب لنا خلطة سحرية للضخامة كورن فليكس. شو تسوي؟ خلطة مع حليب كامل الدسم على مجنو يعانون من نحول العام، وجبنا لكم زبدة اللوز خاطين خلطة من امريكا سحرية. باوع الدهن مالتها فول معتق. دي يسوي هذا ابو بلاك شغلته شنو؟ من تسوي الكورن فليكس والحليب تخلي ملعقه. ليش كاتبين لك الكالوريز بكل خاشوقه 200 يعني الدهون فول اكشن. ايوه هسه كأنه ما اكلت كيلو لوز. طبعا هو اللوز دهون غير مشبعه، قبل ما حطوا يا دهن ما خلوا. هذا لوز ابراسه واحلى رماش. شكرا لمحلات بلاك ايجل، هذا امريكي اصلي من امه زبده اللوز واصدع